الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الملو بأجوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ما جعل شيء أهل الجنة نقطة أما جنة ما حكى حقي أنا قشيت تقيس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حوير من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. صحاح الألباني رسول كو حوير جنة وحكى حقي قف كستو آية الكرسي صلاة كستو فرض قداش هذا أقريه وحكى حقي كلي ونرشه وحدود أنت أهل الجنة. عجيب سبحان الله أن كنت دال آية الكرسي إن أقرنه صلاة والبوغداش إن أقرنه آية الكرسي وآية أو فضل بدن قرآنك أفضل آية في كتاب الله وآية الكرسي. لماذا آية الكرسي الله أي كار ليس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا إله يحيك ليس عظمة ذي سيك ليس مارك آية صان أفضل بدن صلاة والبوغداش قداش أن كنت دالنه أن أقرنه الله سبحانه وتعالى وحاك رجينا أنه جنة وكلمية اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجمعنا بالجنة. قف قصد حديث كان شير كريم إله أهل الجنة كذلك جنة الله نوض كل يوم كل جينا رسول قحوه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي. قف كإيمان لا بلغ منه إلا أجعل ذولال كيسوح نفتي سجعل كل جينا واجعلنا أنا جنة قلنا حديث كان شير كريم كل جينا أهل الجنة الله نقريه أخيرا اللهم اجعلنا من أهل الجنة النجي والدين تينا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.